مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي رؤى وطنيه. في هذه الحلقه سوف نتطرق الى موضوع مهم جدا يشغل الساحه في دوله الكويت. هذا الموضوع تقول الارقام الاوليه ان وزاره الماليه ان الانفاق الحكومي ارتفع بنسبه 8% في الشهور العشره الاولى من العام المالي مقارنه مع الفتره نفسها من العام السابق. ان ارتفاع اسعار النفط ساعد دوله الكويت على تكوين احتياطيات ماليه ضخمه لكن الخبراء يقولون انه ينبغي على الدوله ان تسيطر على نمو واجور القطاع العام وعلى الانفاق غير الاستثماري لمواصله تحقيق فوائد ماليه في العقد القادم هذا هو التحدي الذي كشف عنه كذلك صندوق النقد الدولي قبل عدة أشهر حيث قال إنه من المهم أن تكبح دولة الكويت فاتورة الأجور العامة المتزايدة وكذلك الدعم لأن انخفاض أسعار النفط لفترة ممتدة قد يقلص الفوائد في الميزانية لمناقشة هذه المعادلات المالية والأرقام وتبعاتها نستضيف هذه الليلة رئيس اللجنه الماليه الاسبق في مجلس الامه الاستاذ احمد باقر، استاذ احمد باقر سعداء بوجودك معنا في برنامجنا نور والطب. يا هلا حياك الله. يا. كذلك يسعدني ان ارحب بضيفنا الاستاذ موسى معرفي عضو المجلس الاعلى للبترول الاسبق، استاذ موسى سعداء بهذا التواجد. اهلا وسهلا. قبل ان نبدا بهذا الحوار دعونا نشاهد تقرير يرصد لنا امتصاص الاجور والدعم الحكومي لنسبه متزايده من موازنه الدوله هذا فضلا عن توافق الرؤى الحكوميه والنيابيه على خطوره الوضع القائم لموازنه الدوله تزايد المصروفات السنوية وبقاء النفط كمصدر وحيد للدخل يدق جرس الإنذار بعجز في الموازنة بعدما وصلت المصروفات إلى ما يقارب السبعة في المئة من ميزانية الدولة البالغة 22 مليار دينار التوافق الحكومي النيابي بتأجيل المطالبات الأخيرة برفع سقف بدل الإيجار وزيادة علاوة الأولاد إلى دور الإنعقاد القادم جاء نتيجة لتفهم الطرفين لحالة الموازنة الأمر الذي من شأنه إعادة النظر بمستقبل المصروفات التي من المتوقع أن تحدث العجز في الميزانية بحلول عام واحد وعشرين طلب التاجيل بحد ذاته لم يكن هو المقصد بل كان بحثا عن تقديم بديل استراتيجي لسلم الرواتب والعلاوات الاجتماعيه في بدايه دور الانعقاد المقبل وعليه طلب رئيس اللجنه الماليه فيصل الشائع سحب التقريرين السابقين التي خصصت لمناقشه الحاله الماليه للدوله أمام هذه الحالة الغير مستقرة لسعر برميل النفط العالمي، فإن ميزانية الدولة تعتمد بشكل أساسي على النفط بواقع 91% بينما تذهب ما مقداره 60% من الميزانية تذهب للباب الأول ألا وهو باب الرواتب الذي ارتفعت تكلفته بالميزانية من 2004 حتى 2013 بواقع ست مرات، بمعنى أن الزيادة في هذا الباب تصل إلى 4.5% سنويا. في حين يذهب تقريبا معظم ما تبقى من الميزانية إلى الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمواطن في كافة الخدمات الحياتية. والاستراتيجيه بعد أن شاهدنا هذا التقرير دعوني أرحب بضيفين من جديد الأستاذ أحمد باقر رئيس اللجنة المالية الأسبق في مجلس الأمة وكذلك الأستاذ موسى معرفي عضو المجلس الأعلى للبترول الأسبق دعني أبدأ مع الأستاذ أحمد باقر بعد إذنك الأستاذ موسى حول التقرير الذي شاهدناه وحول الحالة المالية للدولة بداية كيف تقيمها بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أخطاء الحقيقة خلنا نتكلم عن الميزانيه، الحاله الماليه للدوله شيء اكبر من الميزانيه. نعم. بس خلنا نتكلم عن الميزانيه، الحاله الماليه ليش فيها الاصول اللي داخل الكويت والاحتياطي العام واحتياطي الاجيال المقبله. لا خلنا نتكلم عن الميزانيه. نعم. ميزانيتنا اللي قدمت الان الى مجلس الامه عشان يصوت عليها المفروض يبدا العمل فيها من 1/4. جميل. هذه الميزانيه المصروفات فيها 22 مليار. الدخل كله تقريبا 93% من النفط. <applause> الإيرادات غير النفطية حوالي مليار بس <applause> اللي هي رسوم اللي تحصلها الدولة من الخدمات المختلفة الكهرباء وغيرها ومخالفات المرور والأمور الثانية كلها الدخل غير النفطي مليار الباقي كله اعتماد بعد الله سبحانه وتعالى 93% على النفط يعني الدوله رصدت ميزانيه مقدارها 22 مليار هذه السنه إيه؟ تنطلق من 1 4 وهذه راح تنصرف لغايه السنه يايه 1 4 مدتها سنه كامله إيه؟ ال 22 مليار العوائد اللي قاعد تدخل على الدوله لا هذه المصروفات مصروفات طيب إيه؟ العوائد الع... 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 آه... مثل ما قلت لك اننا آه... الايرادات او العوائد م. كلها من النفط تقريبا م. 93% 93% النفط احنا نصدر 3 مليارات 3 آه... ملايين برميل في اليوم سعر البرميل 100 دولار اذا انخفض سعر البرميل تقل عوائدنا واذا ارتفع سعر البرميل تزيد عوائدنا مم. فهذه سلعه عالميه مو احنا اللي نتحكم في سعرها فيها عرض وطلب اي وبعدين ايضا س... يجب ان نقول ان هذه سلعه ناضبه مم. في يوم من الايام راح تخلص او تقل او احتمال الغرب او العالم يلقى بديل عن الطاقه او وهو الشيء اللي مؤكد يمكن نعم. ثلاث نقاط اللي قلتها لك قلت من قبل مو مؤكده مهم. بس الشيء المؤكد ان احنا الان مليون وربع كويتي مليون 250 الف وكسور زين اي سنه 2030 بنصير مليونين ونص راح نوصل للضعف زين هل اذا ما تغير سعر النفط زين هل راح يكفينا الدخل وقتها ولا لا؟ هذا السؤال المهم. والسؤال انه هو 22 مليار اللي قاعد نرصدها سنويا يفترض انها تزيد لان بزياده عندك التعداد السكاني وبزياده هذه المصروفات حتزيد بالتاكيد. 93% 7% من وين ناخذها؟ مصروفات غير نفطيه يسمونها. استثمارات؟ ضرائب، والرسوم طبعا الناس ما تفرق بين الضرائب والرسوم، الضرائب غير والرسوم غير، الرسوم هي مقابل خدمه تقدمها الدوله، كهرباء، اتصالات، الطوابع الماي. اللي قاعد يدفعها المواطن. الطوابع، م. لكن الضرائب غير. ضرائب مثلا ضرائب على الشركات يدفعون 2.5% مثلا حق صندوق مال دعم العمالة الشركات يدفعون 1% زكاة <applause> زين هذه تعتبر من قبيل الضريبه يعني هي رسوم او تؤخذ من الشركات ما تؤخذ من المواطن جميل استاذ موسى معرفي عفوا لقط حديثك استاذ احمد باقر هل نلمس من كلام الاستاذ احمد باقر نوع من نظره يعني فيها نوع من التشاؤم ام ام ام, أم يجب ان يوعى المواطن على حقيقه قادمه بان هذه السلعه نحمد الله الان كنفط موجود لدينا يعني يحقق اعلى الايرادات في هذا، ولكن هذه السلعه قابله للعرض والطلب يوم تصعد ويوم تنزل. هل نستطيع ان نقول بان هذه هذا المورد الناضب سوف يستمر معنا مثلا لغايه كم سنه؟ شوف بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الان حاليا اذا لم نعي فاننا متجهين الى كارثه. وانا ابي اخاطب العقول ولا اخاطب العواطف كما يخاطبه السياسيون. يعني لما الانسان يخاطب العقل هو الارجح احسن من خاطب عواطف. فالوضع اللي احنا فيه يتطلب احنا في وضع سيء ان نتداركه من الان. كل التقارير الاقتصاديه اللي صدرت والدراسات تشير الى ذلك. تقارير تقول الا اذا استمرينا على سعر النفط اللي هو اليوم اللي هو كم بما يعادل خلينا نقول متوسط 100 دولار 100 دولار على سعر البرميل الواحد 2030 راح يكون العجز مليار أه أه 174 مليار حتى نحقق التعادل في الميزانيه يعني مصروفاتنا تعادل أه أه دخلنا نحتاج يكون فوق ال 200 200 وشيء. 214 214 دولار. هذه اللغة وهذا هذا رقم ما راح نحصله في ظل الظروف اللي قاعد نصيف تطور سوق النفط. نعم. و وظهور النفوط الصخريه والرمليه وهذه. فنحن يعني الوضع لا يبشر بالخير. فكلنا لازم نكون واعيين لهالوضع. هل تقصد بأن العالم قد يصل في يوم من الأيام أنه لربما لا يحتاج إلى هذه المشتقات النفطية لتدوير الطاقة مثلا؟ لا أو لا ربما يستغنى عنها؟ النفط راح يكون في حاجة يعني النفط إحنا اللي قاعد يصير عندنا قاعد نصرف النفط يعني جزء كبير من استهلاكنا الداخلي كوقود يعني البرميل النفط قيمته أكثر مما يكون وقود يعني انت تقدر تستخرج مواد كثيره بتروكيماويه مشتقاتها وترفع العائد البرميل النفط باكثر من كثير من 100 دولار مم. اكثر بكثير فاللي قا قاعد يحصل احنا مثلا على سبيل المثال يعني احنا جزء كبير من من نفطنا جزء يعني حوالي الان يمكن ربع انتاجنا نوربع اي 800 يعني اننا نتدارك في 2020 800 ألف برميل نفط مكافئ راح يروح ل اه لقطاع الطاقة توليد استهلاك محلي يعني استهلاك محلي م -م. ويعني شيء يعني 2020 ليست واحنا في, في واحنا الان في الكويت اعلى دولة الفرد منا يستهلك طاقة اعلى من اي مكان في العالم خليني نوضح النقاط ايضا جميل استاذ احمد عشان بس المشاهد يعرف الحقيقة احنا ننتج 3 ملايين برميل بسعر 100 دولار البرميل. م. دخلنا من النفط حوالي 30 مليار سنويا دينار كويتي. مصروفاتنا قلنا 22 عشان كذا قاعد يطلع لنا فائض. اللي هو 8 اللي هو 8 هذا قاعد وين نودي احتياطي؟ هذا يروح احتياطي الاجيال المقبله. زين احتياطي الاجيال المقبله طلعنا من التحرير تقريبا ماكو شيء، شيء بسيط جدا كان موجود. أي. قدرنا نبني على مدى السنوات وصل الان حوالي 400 مليار دولار. زين الحين المصروفاتنا كل سنه تزيد عن السنه اللي بعدها. اي. التوقع ان مصروفاتنا تساوي دخلنا من النفط سنه 2021. اعطيك مثال. فبالتالي ما راح يكون عندك شيء للاحتمال. ما راح يكون عندك فائض سنه 2021 احتمال طبعا، مثل ما قلت لك اتوقع بعد الله سبحانه وتعالى على سعر النفط وكميه الانتاج. زين؟ اذا سعر النفط نزل الى 70 دولار العجز بيجيك السنه الجايه. اما اذا وصل مثلا 150 بيتاخر العجز. الى 2030 مثلا لغه ارقام لغه ارقام هسه انا ببين نقطه جدا جدا مهمه احنا عارفين الان ان 22 مليار كافيه ميزانيتنا اللي راح نتكلم عنها بالتفصيل بعد شويه تمام <applause> لان الكويتين مليون وربع بس اذا صاروا مليونين ونص كم بتصير ميزانيتنا المصروفات اعطيك مثال منطقيا أنا 44 احسنت هو هو بالنهايه يعني حتصير بالضبط حسبه دقيقه حتصير 64 مليار ولازم النفط يوصل 214 دولار مثل ما قال ابو بدر هذا هذا يعطيه تتوازن يعني مع مثل قصه سيدنا يوسف دخلك مصروف دخلك, ايه. دخلك واحد مثل قصه سيدنا يوسف عليه السلام قال لهم انتم الحين تعيشون في رخاء بس بيجيكم سنوات عقب سنوات, 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 رخاء بيجيكم سبع سنوات عجاف قالوا له نسوي؟ قال خشوا خشوا الخير حق عيالكم زين احنا لازم يكون عندنا نفس النهج احنا لازم يصير عندنا وعي لهذا الموضوع طبعا في شلون نسوي يمكن بعد شويه مم. شنو نقدر نسوي؟ نقدر نسوي اشياء وايد عشان نحافظ على نفس البحبوحه اللي عشناها نحافظها لنا ولعيالنا ولاحفادنا نقدر نسوي مم. الحمد لله اشياء وايد بس اهم شيء ان المواطن يجب ان يعرف ان احنا الحين 22 تكفينا 22 مليار زين لكن في المستقبل لما يصير مليونين ونص كم نحتاج صحه؟ كم نحتاج اسكان؟ كم نحتاج وظائف؟ زين لا شك ان حاجتنا للمصروفات هزيد على سبيل المثال أنا تركت الحكومة في فبراير 2006 جميل كانت الميزانية وقتها بدر صور الأخوان كانت الرواتب 6 مليار والميزانية كلها حوالي 14 مليار الحين الرواتب 11 مليار و200 مليون والميزانية 22 مليار في ست سنوات تضاعفت هذا ذكرني في مقولة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عندما قال نحن دولة تبيع نفط وتدفع معاشات يعني هذه كلمه يعني منذ فتره طويله رنت في بالي م. احنا دوله تبيع نفط وتدفع وهذا ما قاعد ياكد الاستاذ احمد لما قال 93% من مدخول النفط يعني قاعد يروح نسبه 77 لما نشوفها من الميزانيه تستهلك فقط على دفع الرواتب بالمقابل الدوله لما تدفع رواتب هل رواتب هي اللي تأخذ خدمات بالفعل يعني للمواطنين من المواطنين يعني هاد انت هاد انت الموظف هذا اللي ياخذ راتب ايش كثر انتاجيته؟ هذا هذا بالمقابل بالمقابل ايش كثر يعني يعني لنتكلم بكل صراحه، نحن نعلم بان هنالك ناس تجلس في البيت وتاخذ راتب. إننا نتكلم بكل صراحه صحيح. لا نريد ان نخفي هذا الموضوع صحيح. ولكن هذا المواطن عندما يريد ان ياخذ مثلا ألف او ألفين او ثلاثة ألاف ويريد حتى ان يدخل في نطاق اسوه ببقيه القطاعات النفطيه اللي او المهندسين او الكوادر ويريدون زياده كذلك ما من يريد ان يدغدغ مشاعر بعض المواطنين من خلال الحملات الانتخابيه التي نشاهدها بان احنا اغنى دوله في العالم معاش الفرد لازم يصير واللي نشوفها احيانا بعض المرات تكتب هذه هل حقيقه عندما يقال يعني استاذ حل... يعني احمد يعني هل حقيقه استاذ في موسى علم عندما الاداره نعم. في علم الاداره في طريقه اداريه اداريه تدرس يسمونها تيرن اراوند مانجمنت تيرن اراوند مانجمنت هذا تعدل المسار كله الاداره نعم تعديل احنا نحتاج وهذا يتطلب مشرط الجراح معناه يعني تريد القيادة القيادة الجهة اللي, اللي تقود البلد أو, نعم. أو تقول الحكومة مثل الطبيب الطبيب لما المرض يستشري في مم. النهاية سأصال. يروح للجراحة ما كل أدوية ما تفيد نعم فإن إحنا إذا ما نذهب نفسنا من الحين نستعد قد يجوز نحتاج جراحات تعلم جراحات مؤلمة تعلم أستاذ موسى عندما يعني يعني خاصة الآن باتت وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر عندما يقوم أحد الأشخاص لا أدري إن كان هو بحقيقة علمية بلغة الأرقام أم غير حقيقة علمية بأن يقول أن لدينا نفط هذا قدرة ويفترض أن يكون معاش المواطن الكويتي وهو جالس في بيتهم يصل إلى خمسة آلاف ستة آلاف دينار هذه تشعل يعني في فكر المواطن البسيط العادي الغير واعي الغير مثقف نزعه ولربما تكون فيها نوع من العدوانيه على الحكومه بحيث ان وين قاعد تروح فلوسنا؟ هذا الكلام صحيح ولا مو زين انت انت عندك الحين نفط وتوزعه خلينا نقول وبعدين اذا انتهى نضب أيوة شلون؟ الفكر العقل يقول انت استعمل هذه الثروه لتبني اقتصاد مستدام يعني هذه الفلوس تدخل بدال ما تدفع رواتب اكثر من 75% منها تروح انفاق رواتب جاري وش كثر تروح مالي وفي مشاريع نعم. وهذه انت المفروض تعظم الانفاق الراسمالي وال يعطيك اقتصاد مستدام واشياء منتجه نعم. احنا اللي قاعد يحصل موظفين في الدوله مقابله نعم. يقطون معاشات نعم وماكو انتاجيه جميل. والتضخيم في التوظيف استسمحكم عذرا استاذ احمد استاذ موسى اريد ان انطلق بتصريح لرئيس مجلس الامه مرزوق الغانم يبرز <تصفيق> توافق <تصفيق> الرؤى الحكوميه النيابيه بشان ما تشكله هذه الميزانيه من امور مهمه نشاهد ونرجع <applause> كان منطقي وموضوعي أه الأرقام التي عرضت أيضا توضح الصورة صورة العديد من الأمور يعني من ضمن الأشياء التي يجب أن يعرفها الشعب الكويتي يعرفها الناس أن الموضوع ما هو موضوع فقط زيادة من عدمها الموضوع يجب إيقاف الهدر في عدة قطاعات في عد في العديد من أوجه قطاعات الدولة الهدر والدعومات وبعض المنتجات التي تباع في الخارج في الخارج مما يمثل او يشكل دعم كويتي لا يستفيد منه الكويتيين لو هذا الامر فقط تحول الى زيادات وعلاوات لا استفاد المواطن الكويتي دون اي كلفه على الميزانيه العامه لكن هذه الامور لا تحل باقتراحات من هنا وهناك هذه الامور يجب ان تحل ضمن اطار كامل ومتكامل يشمل الزيادات المطلوبه ويشمل مواردها ويشمل ايضا تفكيرنا بالاجيال القادمه يشمل توحيد سلم الرواتب بالاضافه الى كل الامور المتعلقه بالجوانب الماليه يشمل رفع الدعم عن بعض الامور مثل الديزل وغيرها بعدما شاهدنا هذا التعليق لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حول بعض الكلمات هنالك تعقيب من الأستاذ موسى وهنالك تعقيب من الأستاذ أحمد أبدأ معك أستاذ أحمد تفضل الكلام اللي ذكرته أنت قبل قبل قليل كلام في منتهى الخطورة وأنا لامسه يعني في ناس قاعدين يصرحون من م. من أعظم السمة ومن ناس أيضا كتاب وغيرهم وأحيانا لا تدري مصدر التصريح إيه قد يكون شخص غير الاجتماعي م. وهذا كلام خطير جدا جدا أنت لما 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 تكون مريض من تروح حاجه مو حق طبيب نعم yeah. زين no. لما تبني بيت مو تروح حق مهندس الحقيقه اللي قاعد يقولون ناس مو متخصصين وناس قاعدين يضللون الشعب الحقيقه انا اقول حرام عليكم اقروا تقرير بلير تقرير مكنزي تقرير بنك الدولي تقرير صندوق النقد اقروا تقرير اللجنه الاستشاريه الاقتصاديه اللي شكلها صاحب السمو الامير اقروا تقرير الشال جاسم السعدون وغيره وغيره من الاقتصاديين الكويتيين الكلام اللي قاعد يقولونه دخلنا هالكثر ولازم الكويت ياخذ هالكثر الحقيقه هذا كلام فاضي كلام انا اعتقد انه وراه اقول لك بصراحه بعض اللي يبون ينهبون المال العام فيصورون للناس ان كل وضع زين وكل شيء سليم علشان ياخذون من المال العام ينهبون المال العام الحقيقه لازم يقال للناس حقيقه ان ما عندنا الا دخل واحد وهذا دخل ناضب وسعر احنا ما نتحكم فيه يمكن ينزل يمكن يطلع وان احنا ميزانيتنا الحين نتكلم شو على الميزانيه عشان تتضح الصوره. قلنا المصروفات في الميزانيه 22 مليار تمام؟ منها 11 مليار و200 مليون رواتب. يتشكل 52% من الميزانيه. ومنها 5 مليارات وكسور مواد مدعومه مثل الديزل اللي تكلم عنه الاخ مرزوق تمام؟ ومواد اخرى يعني سعر المحروقات مدعومه الماء والكهرباء مدعومه المواد الغذائيه المواد الثروه الحيوانيه هناك دعم الخدمات للقطاع الخاص لا الخدمات هاي مو مدعومه الصحه التعليم هذا تقدمها الدوله هذه غير المواد المدعومه اللي هي دعم مباشر يسمونه ذاك دعم غير مباشر اتكلم عن سلع زين مثل المواد الغذائيه اللي نوزعها في وزاره التجاره يعني زين هذه دعم مباشر يسمونه تمام عندك دعم الكويتي بالقطاع الخاص دعم بدل الايجار دعم الطلبه هذا كاش دعم الدعم 5 مليارات و200 مليون الرواتب 11 مليار و200 مليون جميل مجموعهم كم <applause> حوالي 17 مليار يشكلون 77% <applause> من الميزانيه تمام طيب انت عندك الحين على مقاعد الدراسه 600 الف كويتي من اولى ابتدائي رابعه جامعه هذه خلال سنوات قليله حتى اللي بيقول ابتدائي بعد 15 سنه بيتخرج صحيح. من الجامعه وبعضهم بيتخرج من الثانويه بعضهم بيتخرج من التعليم التطبيقي مه. كلهم بيقول لك اعطني وظيفه لو وظفتهم كلهم بالدوله الرواتب الان 11 مليار خلال بعد 15 سنه بتصير حوالي 35 مليار مه. يعني اكثر من دخل النفط الحالي وهذا العزل اللي تكلم عنه ابو قبل شويه مم. لما يصير مصروفك بس من الرواتب اكثر من دخلك النقدي، شلون المواد المدعومه؟ شلون النفاق على الصحه؟ على التعليم؟ وهذه للأسف على الاسكان للا هذه الحقيقه للاسف ال الكثير من المواطنين لا ال ما يعرفون لا, نا. لا يعي هذا الموضوع والسبب اللي ذكرته قبل شويه اللي قاعدين ينشرون في وسائل الاتصال مم. الاجتماعي ويظللون الناس الحيه، انا اقول لهم اتقوا الله خاف ربكم في الديره هذه، الديره هذه شوف يعني صاحب سمو الامير الشيخ يابر الله يرحمه لما حط احتياط الاجيال المقبله ليوم الغزو كان عندنا حوالي 130 140 مليار استفدنا فيها في الغزو في التحرير كلفه التحرير لعاشه اعاده الاعمار انفقنا حوالي 100 مليار منها احنا الحين لازم نخش حق عيالنا من يصدق انه صار لنا 24 سنه من الغزو صار لنا 24 سنه صحيح اذا احنا لما نتكلم على ان العجز في 2021 مم. او 25 معناها فتره قريبه جدا حتى احنا نلحق عليهم مو بس عيالنا الحقيقه فاذا الحقيقه احنا لازم يعني اول شيء نشخص المساله عدل نسيت اقول لكم ايضا طبعا الميزانيه مثل ما قلنا 77% سبعة سبعة رواتب ودعم مم. والرواتب مو بس الباب الاول مثل ما قال التقرير التقرير في خطا اللي عرض قبل في شويه الرواتب الباب الاول بالكامل مم. ونص تقريبا الباب الخامس الباب الخامس لا. رواتب الهيئات المستقله والملحقه والجيش والشرطه والقضاء موجوده في الباب الخامس مو في الباب الاول وهي رواتب ايضا فاذا مجموع الرواتب 11 مليار و200 مليون تمام وهي يعني الناس وايد ما اعرفون أقول انا قريت الباب الاول خمس مليارات طب الرواتب الباب الخامس نسيتها الحيه المهم زين ناتي الى المصروفات الاستثماريه في الميزانيه وهي ما تتعدى مبلغ بسيط في الميزانيه النصوص الاستثماريه هي تعرف تعرفات كثيره بس هي اللي هي تحط تسوي لك مؤسسات ممكن تجيب لك وظائف زين تجيب لك خدمه تحتيه علشان ايضا شوف الطرق والجسور والمستشفيات الجامعات هذه كلها مصروفات راس ماليه يسمونها ترى انها في الميزانيه ما تتجاوز مليارين اقل من مليارين سنويا مليار ونص حوالي الهبات الخارجيه والمساعدات الخارجيه فليش مشاكل مشكل في الميزانية؟ أقل من 2% اللي هالصيحة اللي اللي يقولون عنها اللي يكتبون يا جماعة اقروا الميزانية انتم ناس مو متخصصين الله سبحانه وتعالى يقول اسالوا اهل العلم ان كنتم لا تعلمون زين اهل الذكر سالوا دائما اهل التخصص وزير الماليه جاوب على سؤال قدمه العضو حمود الحمدان ونشر بالجرائد الاسبوع اللي طاف قال عطني ايش كثر اعطيته منح الدول المختلفه نعم خلال كنا قال سبع او عشر سنوات الماضيه فنشر الجدول في الجرائد ولا سنه ولا سنه زاد على 2% في الميزانيه اللي نعم هي المنح نعم. فلا يتصورون الناس ان مليارات طالعه برا والكويت مو قاعد يصرف على شيء احنا مم. قلنا 17 مليار اللي هي الرواتب والدعم غير الخدمات الصحيه والتعليم والاسكان والامن ايضا انت ايضا في دوله لازم تصرف على الامن الداخلي والخارجي زين اذا السؤال ايضا او عشان تتضح الصوره هل انا شخصيا يعني أبو بدر يمكن يبين ايضا رايه زين هل الحكومه مو قاعده تهدر؟ لا انا اقول لك في هدر وفي فساد الحقيقه وفي كل دول العالم بس الشطاره من اعضاء مجلسهم من المواطنين ابدا ما يقولون وزعوا 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 يلاحقون إيه الهدر ويلاحقون الفساد مثل ما سوينا احنا لما في مجلس الامه الحقيقه وهذا وهذه جايه ان شاء الله يمكن نتكلم عنها بعد شويه جميل. استاذ موسى يعني بصراحه يمكن انا ذهلت امانه من الحقيقه، انتم تعتبرون من رجالات الكويت. لكم من الحكمه ولكم من السنوات من العمر التي ربما تشكل خبره حياتيه لديكم. ولكم نظره قادمه للايام. ولا شك بانكم تريدون ان تحافظوا على ما سوف تقدمه هذه الدوله للاجيال القادمه. الارقام اللي ذكرتوها ارقام حقيقيه انا بوجهه نظري. ولمست من داخلكم الصدق في كيفيه نشر موضوع الوعي للمواطن الكويتي ما هي باعتقادك الحلول القادمة إذا كانت هنالك حلول يعني أنا لمس الآن هنالك في مشكلة في خطر يعني إن لم نكن نعي في الأيام القادمة فسوف نواجه مشكلة لكن بحكمتكم ومن خلال برنامجنا رؤى وطنية لا شك بأنكم رجالات الكويت لديكم رؤية في كيفية على الأقل التقليل من المخاطر القادمة كما ذكرت حضرتك 214 دولار لربما تكون هنالك معجزه ونوصل الى هذا الموضوع لربما ولكن احنا يجب ان لا نتشبث فقط بالاحلام. هني يعني اخوي بسام في دور دور على جهتين دور علينا احنا كمواطنين ودور على الحكومه التي تقود المجتمع. القياده هي مسؤوليه. الان دورنا احنا كافراد لنا دور لازم اول شيء لازم نفكر في عيالنا وعيال عيالنا. المشكله كل واحد قاعد يفكر في روحه بس. شوفوا عيالكم في بيوتكم، يعني شوفوا الياهل شلون هذا شلون بعد ش بعد 20 سنه شو بيصير فيه؟ اسال السؤال هذا انت نفسك، هذا حفيدك او ولدك شو بيصير فيه؟ في ظل الظروف اللي قاعد نحكي فيها. فاحنا علينا ان نعي هذا الموضوع اول شيء. ثاني شيء احنا سلوكنا سلوكياتنا الاستهلاكيه الان ال... م. كمواطن يعني سلوكيات غير غريبه مواطنين مستهلكين ايه احنا مستهلكين استهلك كهرباء فلسين استهلك بلاش فتش الماي ايه. لا لا يعني لا شوف الكهرباء لا, الكهربا. لا نعي بالنعمه اللي عايشين فيها ايه حاليا الكهرباء تكلف تكلف فوق الاربعين 40 فلس ما اه علينا فلسين الحكومه على الصناعه بفلس بعد. والحكومه تتحمل 38 فلس. ايه يعني يعني الحكومه يعني قاعد تبيع لنا الكهرباء ب5% من تكلفته. هذا اذا الفلسين. 95% من الكهرباء. هذا الفلسين قاعدين ندفعهم بعد. اذا اذا حصلت. وهم يدفعون. اذا حصلت. ها؟ يعني ال 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 الماي. نعم. الماي الماي ال 1000 جلن. يعني يعني ال1000 ال1000 كلن شو اسمه؟ يكلفنا يعني ال1000 كلن يكلف الحكومه ثمان دنانير و450 فلس جميل و800 فلس احنا نشتري يعني كل هذا قاعد الحكومه ما يصير نستمر كذي جميل ما يجوز هذا نستمر استاذ موسى نحن امام مشكله نحن اصحاب عقول لا نريد ان نبحث في المشكله نريد ان نبحث في الحلول هل الحلول بتوعيه المواطن هل الحلول بوقف الهدر هل الحلول بتقليل المصروفات هل الحلول بان نقف مثلا وقفه ونقول مثلا للدوله احنا راضين ان تخففون وتقللون من معاشاتنا بس بشرط ان تمسكون مثلا مواضيع الاستهلاك او مواضيع الاسعار اللي موجوده يعني المواطن راضي ترى يعيش ب 500 دينار بس بالمقابل يبي اذا يدخل الجمعيه ياخذ احتياجاته ما تطلع احتياجاته الشهريه تكلفتها 100 دينار احنا الحين زياده المعاشات هنالك ايضا نقطه يعني اريد ان اتكلم فيها معك بصفتك يعني كنت احد الاعضاء اللي موجود مثلا في في هذا الصرح اللي هو البترول صحيح نعم ولربما اوجه اليك سؤال قد يسبب لك نوع من الاحراج ولكن اذا سمحت لي بامكانك تجيب بإمكانك لا تجيب التباين في الـ 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 الرواتب التي ياخذها مواطن مثلا في قطاع حكومي يعمل مثلا في وزاره عاديه بينما هنالك مثلا بون شاسع بالراتب الذي ياخذه مثلا مواطن اخر لديه نفس التخصص يعمل مثلا في البترول هذه التباين في المعاشات جعلت مثلا من المواطن العادي الذي يعمل في مثلا مؤسسه اخرى تقدم نفس الخدمات ان يجعله يطالب ويصرخ وبدغدغه مشاعر مثلا من احد النواب بان يقول ليش مثلا معاش مثلا اللي يعمل في وزاره الداخليه والاعلام لا يكون مثل المعاش اللي يعمل مثلا في البترول لا انا وياك انا ايدك هالكلام انا اعتقد زياده الرواتب اللي اتخذ فيه قرار كان قرار سياسي وكان قرار خاطئ بالنسبه للقطاع المصرفي. أتعلم سيدي الفاضل وغير وغير غير ماذا يتكلمون في الدواوين الكويتيه؟ واحده من الثنتين يا تسوي معاشي نفس اللي يعمل بالبترول يا ترجع معاشي اللي بالبترول الى معاشي نفس الحكومي، شنو راح نوصل؟ لا شوف اخوي بسام بس عاده في الدول المتقدمه كل وظيفه لها قيمه لها قيمه مميزه قيمه، حقيقة. القيمه قيمه الوظيفه تتكون من عده مكونات يعني الشهاده اول شيء صحيح الخبره م. طبيعه المهاره مهاره الفرد انتاجيته آه هل هو في موقع اشرافي هل طبيعه العمل ال... يعني فدورتها. لها موازين مم. الوظيفه لها موازين الموازي ال... 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 مع الاسف قانون الخدمه المدنيه مم. عندنا احنا خلينا نقول على ال... ال... الوظيفه الحكوميه مم. آه يعني الوظيفه الحكوميه تنبنى على الشهاده صحيح عندك شهاده مد... تطبيقي الدرجه انا ما اشتغلت بالحكومه بس تطبيقي ما ادري اي شهاده ما ادري ثان... بكالوريوس زين في فرق بين خريج جغرافيا خلينا نقول وخريج هندسه. صحيح في الان و... في فرق و... 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 بس و... فرق شاسع و... خلينا خلي نقول خريج جغرافيا وخريج لغه انجليزيه. خريج جغرافيا بس شنو عم... شنو يؤديه؟ شنو العمل اللي احنا نقول العمل انتاجيته. شيء مؤسف انا انا اعتقد هذا قانون الخدمه المدنيه يبي له اعاده نظر <applause> اساسه اصلا مبني على خطا جميل نرجع الى موضوع الحلول خاصه أن وقت البرنامج عندنا يجري والموضوع جدا مهم وانا كنت اتمنى ان هذا البرنامج ياخذ له مثلا اكثر من حلقه لان الموضوع جدا مهم هذا راح يحدد مستقبل دوله الكويت استاذ احمد باقر آه انا راح اعطيك حلول باكج كامله عندك اي وارجو ان جميل. يعني قبل لا تعطينا الحلول بحليها. قبل لا تعطينا الحلول تمام خليني اطلع معكم فقط للحديث عن المطالبات بالزيادات خاصه في هذا الموضوع في سلم الرواتب يحل اذا ما اصبح عليه ما يعرف بالبديل الاستراتيجي لسلم الرواتب الذي على ما يبدو يعني راح يفتح لنا نافذه الامل امام هذه المعضله خلونا نستمع مع بعض الى راي النائب عدنان عبد الصمد ونعود لنكمل الحوار مع الاستاذ موسى معرفي والاستاذ احمد باقر ضيفينا في برنامج رؤى وطنيه نشاهد كلام الحكومة ان عندهم بديل استراتيجي لكل الرواتب سلم الرواتب الموجود في الدولة، وهم وعدونا بان يجيبون هذا البديل الاستراتيجي لاضفاء العدالة، يعني يؤخذ التخصص، يؤخذ تؤخذ الخبرة، موقع العمل، سنوات العمل إلى آخره، في الاعتبار وكنا نطالب وهذا الموضوع مو الآن الحكومة بطلبها تاجيل العلاوه الاجتماعيه كان هذا مبررها بان احنا نريد ان ناتي الى المجلس بدراسه شامله بما فيها معالجه العلاوه الاجتماعيه بالعوده مره اخرى لضيفي داخل الاستوديو الاستاذ موسى معرفي والاستاذ احمد باقر وشاهدنا تعليق على كلام الاستاذ عدنان عبد الصمد عندما ذكر وهو ما ايد كلام ايضا الاستاذ موسى معرفي عندما قال هنالك فارق لما الناس مثلا تبدا تحتج ليش معاشي انا ألف وليش معاشي اللي يشتغل مثلا في البترول مثلا يوصل 3000 4000 هنالك طبيعه عمل هنالك موقع هنالك بدل يعني كافي المخاطر اللي مثلا قاعد يعيشها مثلا هذا الشخص لما يكون في حقل بترولي في ما تدري شنو بصحتها ما تدري شنو الاستنشاقات اللي قاعد يمر فيها كل هذه الامور لها لها دراسه ولكن يجب ان نصل الى مرحله بحيث ان احنا نعي عندما نتكلم ماذا نريد ان نقول بالعوده مره اخرى للاستاذ احمد باقر خاصه عندما يقال ان لديه باكج عند الكثير من الحلول التي لربما تسعفنا للقادم من ايام تريد ان تعلق على كلام عدنان عبد الصمد ام تريد طبعا ان, أن انا كنت من الناس اللي طالبوا بالمجلس ان يكون هناك بديل لسلم الرواتب الحالي <applause> وسميناه وقتها البديل الاستراتيجي وكلف ديوان الخدمه المدنيه ومجلس الخدمه المدنيه كلف انه هو يحط سلم جيد الرواتب على شكل نقاط بحيث الشهاده وبعدين تدخل فوق الشهاده واهميتها طبعا وضروريه ضرورتها معها نقاط مثلا ظروف العمل قسوتها طول الدوام زين اشياء مثل هذه وبالتالي يكون بعد دراسه يعني مثلا خريج الحقوق اذا اشتغل في وزاره العدل او في الفتوى والتشريع او لا. في النيابه مثلا يكون في فروقات تتناسب مع هذه الامور الحقيقه جميل. بس مو اضعاف مثل ما قاعد يصير الان الحقيقه وهذه سببت ان الموظف الكويتي اللي مو قاعد يتعين في الاماكن اللي فيها كوادر م. قام يحس على طول انه مظلوم وما يعطي من نفسه في مشكله و... اكبر من كذي استاذ إيه احمد احنا لامسنا في السنتين الماضيتين وجود بعض المرات حالات من الاضراب مثل اللي ذكرتوه في النفط انا من من يعني فبراير 2006 رديت مجلس الامه لاني كنت منتخب م. وزير منتخب وصلني ان مجلس وزراء زاد زين احد القطاعات في الدوله زياده هائله واول كلمه قلتها لي في مجلس الامه في براير 2006 قلت هذا القرار زين راح يكون له اثر بالغ السوء على الكويت كلها وبالفعل عقب هذا القرار زين يتبع سلسله من الكوادر وصار مثل مخامط الحقيقه لا على اساس ولا على شيء في المجلس المبطل الاول جابوا رئيس ديوان الخدمه المدنيه وجابوا الخبراء الماليين واستدعوني واستدعوا مجموعه زين واتفقنا وقتها على انه لا بد يكون بديل استراتيجي ينظم الرواتب من جديد في الكويت اللي اخذ زين عقب اقرار البديل هذا اللي اخذ خلاص يستمر مع لما يتقاعد اما اليدد يتعينون على البديل الاستراتيجي هذه نقطه على سبيل المداعبه في هذا الموضوع يعني تعلم عندما اتذكر تصريحك وكلامك والعاقل والمثقف من ابناء البلد يعي ما تقوله ويقرا ما بين السطور عندما تقول ولكن يعني الكثير من لما كنا قاعدين بالدواوين قالوا الاستاذ احمد باقر ما يحب الخير حق الكويتيين صحيح انا سمعتها قالوا قالوا ما يحب الخير الكويتيين في هذا الموضوع علما بان هنالك حقيقه قاعد يقولها قاعد يقول ان هذه الزيادات تسبب يعني مشكله قادمه في يوم من الايام صارت مشاكل والله كثير والسبب عدم التخطيط العلمي صار مثل مخامط اضرب يعطونك كادر جميل رح رح انظلموا مم. انظلموا ناس وايد أيوه. وناس استفادوا اكثر من حقهم الحقيقه والسبه كان ضغوط احيانا حتى من مجلس امه ده. مجلس امه لما يو العمال النفط بيضربون راحوا اخطبوا وياهم وقال لهم ضربوا واحنا معاكم الحقيقه ما كانت عمليه احد القطاعات اعتقد الجامعه او غيرها وقدموا لمجلس الوزراء يبون كادر زين يعني كانوا متوقعين مثل ما قالوا لي طبعا كنت مجلس مجسومه ان كانوا متوقعين يعطونهم 50% من اللي طلبوا، نعم كان يعطونهم 120% من اللي طلبوا. ما شاء الله صراحه فوضى غير مدروسه مم. صار في تكالب على بعض الجهات اللي فيها كوادر والكويتي اللي ما يعين في مكان في كادر يصير يصي 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 يصاب باحباط وما يقعد ينتج ويصير في طبعا حسر ومشاكل أنا اخوي بسام الزياده اللي جت للقطاع النفطي ما هي هذه الدراسات اللي اجريت على عشان اعاده النظر في رواتب القطاع كانت مختلفه عن هذه واللي رفع من المجلس الاعلى للبترول ووافق على المجلس الاعلى للبترول نعم الزيادات للموظفين اقل من هذا مو هذا واللي يعني واللي يعني اتخذ فيه القرار يعني نفهم اتخذت فيه الحكومه هذاك الوقت الزيادات كانت اعلى بكثير عم مما عم راح من المدروس من المدروس كان اسمح لي اعطوهم الشيء الغير متوقع يعني ابدا يعني صح بس احنا الحين صحيح. الامور هذه صارت وصارت حق مكتسب دستوريا ما كانت تسحبها منهم الان زين ولكن تبدا تقدر تحط خط جديد خط وتسميه البديل الاستراتيجي وهذا اللي تعين عقب هذا الخط يكون تعيين سليم مدروس وحسب ما سمعت انهم خلصوه ومعروض الان على مجلس الوزراء. جميل اريد ان اروح آه للحلول باقي الحلول نعم الهدر انا مؤمن تماما في هدر اي نعم كلنا قاعد نشوفها بعيننا يوميا ليش مشاريعنا تتاخر؟ وليش مشاريعنا يصير فيها اخطاء الحقيقه؟ اي مقاول لو شركه كبرى مشروع ما سويته عدل طبق عليه نظام جزائي طبق عليه القانون ما تاخذ أه. مشاريع في الدوله كلش أه. المشروع هذا ما انجزته بالوقت المحدد لا. ولا انجزته بالمواصفات المطلوبه استبعدها خلاص الحقيقه هذه الشروط اني اعطيك امثله بسيطه ارصفه من ابدع ما يمكن تفاجئ بدلوها كلها شالوها كلها أه. ما ادري بيفيدون احد ما ادري القصه الحقيقه أه. الديزل اللي تكلم عنه أه. الاخ مرزوق كم كويت يستخدم الديزل؟ أه. من الكويت يستخدم ديزل؟ شركات اشترى الكهرباء اللي تكلم عنها ابو بدر فلسين مم. انا افهم ان المواطن يدفع فلسين البيت بيت الاسره وفي يمكن اربع خمسه اسر في نفس البيت مم. قاعدين في ادوار او شقق او كذا في نفس البيت زين لكن مجمعات الاسواق اللي قاعده تطحن ليل نهار ليش فلسين؟ بالضبط هذا ليش فلسين؟ تدري ان احد مجمعات الاسواق يصرف كهرباء كثر النزهة باكملها منطقه النزهة. ومجمع اخر كبر الضاحيه كلها باكملها ليش انا الدعم يجب ان يعني يروح لمستحقيه للاسره للكويتيه الفقير المحتاج ما يروح حق الكبار المستفيدين من هالاسواق هذه الحقيقه هذا ايش كثر يوفر لي كهرباء راح يقول لك اذا والله اذا على الاسواق بيقلون على المواطن خل يقلون على المواطن شو المواطن كل يوم بيروح يشتري كل يوم بيطيح بالسوق بيشتري له بيحتاج يمكن اربع خمس جاريش بالسنه زين بيحتاج حذاء حذائين بالسنه وبالتالي الكلفه راح تتوزع راح تصير عليه فراكشن راح يصير يصير عليه شيء بسيط ولو غلى عليه التاجر احنا الحين في عصر العولمه يروح دبي ولا يروح لندن يشتري ارخص من الكويت كلامك استاذ احمد سوف دعم الكهرباء من المستفيد <applause> منه دعم الكهرباء من يستفيد منه اكثر مو الفقير بس يستخدمون عواطف يستخدمونه يستغل يستغل اللي مستفيد مثل ما قال ابو محمد اصحاب المجمعات المجمعات والاسواق واصحاب اللي اللي كدر دخل تجاري هم اللي احمد باغري قال يعني مثلا تاخذ مواطن فلسين وتاخذ من التاجر فلسين يعني في 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 موضوع الكهرباء يفترض ايه ان هذه ليست عداله ايه يعني ايه تاجر عدل كلامك لكن هذا الكلام ما, ما راح يعجب بعض التجار لذلك هل التجار خلنا نتكلم بشكل التجار اللي لهم, اللي لهم, لهم لهم السلطه على تغيير اللي قلتها قبل شويه ما هي بمصلحة المواطن زين الحين عقب هالعرض هذا من اللي ما لمصلحه الوطن اللي قاعد يقول غض النظر ها وزيد المواطن انا اعتبرها هذه اسلوب وضيع ينسون المواطن بالزيارات البسيطه عشان ينسونهم الهدر الكبير اللي قاعد يصير في مواضيع ثانيه عشان يستفيدون غيرهم ولكن لاحظ لاحظ اللي من قاعد يطلب كذي زياده عشان يلهي المواطن عن الهدر ويلهي المواطن عن الفساد وهو اكبر من الهدر الحقيقه وذاك انا انظر للزيادات هذه اللي قاعد يطلبونها نعم انها قاعد تلهي المواطن على مطالبه بالاصلاح جميل المواطن اذا حس انه هو يدفع وان في غلو وفي كذا عرف شلون؟ راح يطالب بالاصلاح اعطيك على سبيل المثال قانون حمايه المنافسه كنت رئيس مالية الماليه وصدر قانون حمايه المنافسه في سنه 2007 قانون من ابدع ما يمكن الحقيقه قانون علمي ينشئ هيئه لحمايه المنافسه زين وفق مسوده الامم المتحده سويناها الحقيقه وايضا طلعنا على بعض قوانين الدول المجاوره زين ومو بس احتكار يمنع الاحتكار يمنع الاحتكار ويمنع السيطره اي خدمه او سلعه يسيطر فيها التاجر على 35% من السوق يجب ان يثبت انه وصل الى هذا الرقم دون ان يقع في 14 محظور مذكورين في الماده الرابعه في القانون 14 محظور مثل شنو؟ اتفاق بين التجار لزياده الاسعار مثل الحين شركات الاتصالات الهاتفيه ثلاثه لو اتفقوا كلهم على تعرفه مرتفعه للمسج او للمكالمه هذه جريمه. <applause> لو تجار اتفقوا على اخفاء سلعه معينه عشان تغلى تخزينها عشان تغلى هذه جريمه. لو سووا دمبنج اغراق علشان يطلعون غيرهم من التجار هذه جريمه. 14 جريمه مذكوره في الماده اربعه، طيب انا بفهم افهم زين القانون صدر من 2007 ليش ما طبق؟ مو احسن من زياره 15 دينار؟ هذا القانون لو طبق راح ينشئ هيئه كبيره مثل الديوان المحاسب. في من 14 محظور قاعد يصير؟ اللي ذكرتها؟ قاعد يصير انا بقناعتي الكويت فوضى في الاسعار فوضى زين؟ روح على أل سبيل المثال تمشى في شارع في لندن. شارع اكسفورد في لندن من اغلى الاماكن. الاجارات غاليه ويدفعون ضرائب هائله هائله يدفعون ضرائب تمام تلقى السلع ارخص من الكويت ليش معولمة المفروض ليش ليش عندنا الغلط ما يدفع التاجر عندنا ضريبه مع ان عندنا لما نتكلم عن ضرائب مواطن الكويتي مثل ما قالوا بدر الفقير عباله بياخذ منه لا يبقى الضريبه ما تاخذ منك الضريبه تاخذ من مجمعات الاموال الماده 16 من الدستور شو تقول؟ 16 تقول لرأس المال واجب اجتماعي صحيح طبقت هالماده امم طبقت لا, لا وين لا. راس المال واجب اجتماعي شايفين راس المال قاعد لا يوظف ولا يدفع ضريبه بالكويت الا مم. نادرا مم. الا القليل وبضغط من القانون هذا اللي سويناه 19 لسنه 2000 أي. قانون 19 لسنه 2000 يلزم كل قطاع تجاري انه يوظف نسبه من الكويتيين قاموا يخلون الجامعين ويظفون المتوسطه خريج المتوسطه يقول لك على بيتكم اخذ دعم العماله واخذ مني 100 دينار وقعد بيتك. هل هذا تطبيق سليم للقانون؟ من دون مراقبة ومن دون محاسبة شو احنا سوينا على الكهالة لما كنت في المجلس شو سنوات متعاقبة في المجلس سويت قانون الزكاة ودعم وقانون مساهمة الشركات في ميزانية الدولة الزكاة الجبارية؟ القانون اسمه كذي الزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة مهم. كل شركة مهما كان طبيعتها تدفع واحد في المية من أرباحها الشركة هي اللي تقول إذا كانت تشكل جزء من زكاتها تروح بيت الزكاة إذا كانت ما تشكل جزء من زكاتها تروح المسؤولية الاجتماعية تروح خدمة اجتماعية، مم. يعني وزارة الشؤون، التربية، الصحة، القانون يدخل لك 15 إلى 20 مليون سنويا، القانون. يينا حق قانون ثاني، والله جاهدنا عشان نسوي بمجلسهم، مجلس 99، قانون اللي هو أن كل شركة تجيب أي وافد هي تتكفل بخدمة الصحية، عندنا مليونين وستمية ألف زين؟ الآن حسب آخر إحصاء، مليونين وسبعمية وخمسين ألف وافد في الكويت. كانوا قبل يتعالجون على حسابنا في الحكومه مجانا و70 او 80% منهم جايبهم القطاع الخاص <applause> ليش ما هم يتكفل بعلاجهم لما حطينا هالقانون قانون تامين صحه الوافدين لازم اللي ييبه هو اللي يعالجه <applause> يدخل 200 مليون بالسنه على الدوله انا مستغرب ليش ما الاعضاء الحاليين يفكرون بدل ما هم قاعدين كل يوم الثاني يعني يطلعون لنا قوانين صرف 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 نعم. خليه قوانين فيها ايراد للدوله ليش ما يطلعون خلق رالك نص ماده من دستور دوله مجاوره زين هذه دوله مجاوره يعني شوف شوف الناس شلون تفكر الحقيقه الحين اطلع بس اكمل اكمل جميل آه على آه على آه 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 ممكن اكمل باكج <applause> انا انا ودي ايضا نشرك الاستاذ موضوع الضرائب موضوع نعم. الاراضي مو الاراضي كلها ملك الدوله مم. ليش الدوله ليش الـ 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 الحكومه قانون اللي سويناه مال الـ 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 بي او تي الحكومه تستطيع ان تبيع ارض بالمزاد العلني نعم. تؤجر اراضي بالمزاد العلني تؤجرها باسعار زهيده على ما اعتقد صحيح؟ هي الان باسعار زهيده ليش ما تاجرها؟ باسعار كما حطينا في القانون بالقيمه السوقيه او باللي هو اللي يسمى القيمة السوقية لحق الانتفاع مم. ماذا تريد ان يعني الأجار منها بس بقيمة سوقية مم. أو شراء بقيمة, بقيمة سوقية أما يعني أراضي الدولة مؤجرة بتراب الفلوس مم. وتقول لا المواطن لازم يدفع المواطن هو. مستعد يدفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم زين؟ الصلاة والسلام. في الحديبية زين لما قال حق الصحابة منعهم الكفار دشون مكة زين مم. قال له اللي جايب بالهدي معه يذبح الهدي وحلقوا رؤوسكم ونروح المدينه والسنه لا يعني مكه ما رضوا الصحابه استكثروها لان العرب كانت ترى ان اللي جاي وياي بهدي معاه اذا ما وصل الكعبه هذه معره عيب عيب يعني شلون يذبح الهدي وما وصل دي؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم زعلان على زوجته ام سلمه فقالت له ام سلمه اذبح هديك واحلق وشوف ناس يسوون شو يسوون؟ يقتدون بسنتك. على طول ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هدي وحلق راسه طلع كان كل الصحابه يسوون مثله، كلهم الحقيقه، احنا نبي الحكومه تكون قدوه حسنه. نبي الحكومه تكون قدوه حسنه. اراضي الدوله بالمزاد تطبق القانون مره واحده ويطبق على الناس. اي نعم، ما الهدر تكون تمسك فيه الهدر، الفساد تمسك الحكومه في في كذا، الحقيقه تكون لما تكون حكومه قدوه حسنه بالإضافة الى تطبيق قانون حمايه المنافسه اللي ذكرناه راح المواطن يتقبل واعتقد اعتقد مهم. إنه راح تكون لصالح المواطن مباشره بعد مو بصالح عيالنا نعم. مثل ما قالوا كثير من ربعنا شو يقولون يقول اعطني راتب التسعينات واسعار التسعينات اعطني راتب التسعينات واسعار التسعينات لكن تخلي الاسعار توصل بهالحجم الكبير احتكار وسيطره وبعد تقول ما ازيدك ما يصير الحقيقه فهي بكج بكج مع بعض تاخذ الحقيقة. نعم الحقيقه هل لديك من الحلول استاذي الفاضل استاذ موسى يعني قبل ان نختم هذه الحلقه؟ احنا مثل ما قلت ابو محمد يقول يعني احنا نحتاج اول شيء لازم نغير اعاده هيكله الميزانيه على اساس الانفاق الراسمالي او الانفاق اللي اللي ينفق في الاقتصاد مستدام واقتصاد منتج يبتدي يزيد جميل نحن بدورنا كوزاره اعلام سوف نقوم من جانبنا من خلال هذه البرامج وغيرها بتوعيه المواطن بانه يجب ان يحافظ على الخير والنعمه اللي قاعد يعيش فيها سنة. الان كرخة الله خير. ومن خلال يعني مثلا توعيه مثلا تشوفون يعني نحاول بقدر المستطاع نقدم فلاشات توعويه عن كيفيه استهلاك الماء استهلاك جيد. الكهرباء خاصه بان هذه تكلفتها عاليه المواطن ما يعي ان ال 40 فلس اللي قاعد يدفع تدفعها الدوله تقول لك ادفع فلسين وهذا اذا دفعتهم و38 فلس قاعده تتحملها الدوله. تدري تدري يا بسام الدعم السنوي للكهرباء كم؟ 3 مليار دينار. 3 إيه؟ مليار دينار لو يروح في مشروع اقتصادي منتج يوظف يخفف الكاهل على الدوله. بعدين لما نوصل لمرحله نحول المواطن الى مواطن مستهلك ومنتج في نفس الوقت. صحيح. يعني يعني احنا قاعدين نورث لابنائنا القادمين بان انتم تعيشون في دوله اشتغلت ما اشتغلت او حتى لو اشتغلت وقدمت يعني مثلا انتاج هذا الانتاج تنظر الى الحكومه ما تنظر الى الحكومه تنظر الى الدوله ما تنظر الى الدوله بالمقابل تستحق عليه راتب. حتى حتى الاسعار اسعار المواد الكهرباء والوقود انت ترفعها الى التكلفه نعم ما يخالف بس انت تدفع للمواطن مبلغ معين دعم بس ما تخليه مفتوح هو يتصرف يعني هذا الحلول أه. ال 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 الغني ياخذ اكثر والفقير ياخذ اقل الان هذا اللي هذا هذا فيه مساواة انت تعطي الكل مبلغ تقول كيفك هذا مبلغ لك للوقود دعم للوقود عندك نعم. بس الوقود يظل سعره مثل ما الدول الباقيه هل انت هل تصرف على قد حاجتك هل نريد ان نصل مثلا في يوم من الايام بحيث ان تكون هنالك مثلا ما ما يعطى للمواطن وما يدفعه المواطن نتيجه لهذه مثلا الخدمه التي تقدمها الدوله يجب ان تكون مختلفه لما تعطى مثلا للتاجر لا, لا مبلغ واحد لكل مواطن مم تعطيه كل فرد مثلا في راتبه دعم وقود خلينا نقول سمى دعم وقود يعني اللي حدا بس تعطيه مبلغ سيارات هذا حق كهرباء وحق وقود سيارته مثله مثل اللي عنده سيارة كله تعطيهم واحد نفس الشيء بس ذاك بيصرف وايد لأنه عنده 10 سيارات عنده 10 سيارات فبالتالي إيه؟ الباقي اللي حيصرفه على رح حسابه رح هو يحافظ عليه في نقطة جوهرية لازم ما دعم والدعم هذا المبلغ 3 مليارات يبتدي ينزل مم مم في نقطة في نقطة جوهرية أبو بدر والأخمسان لازم ما ننساها وهي العمود الفقري للإصلاح يبدأ الحية. من اي شوف كل الخبراء الاقتصاديين كلهم بلير ومكنزي البنك الدولي كلهم قالوا ما كل الحل امامكم احنا قلنا في 600 الف كويتي بالقاعده الدراسه خلاص سواد قليل كلهم بيتخرجون ايش بيقولون حق الحكومه وحق مجلس الامه نبي وظيفه اذا وظفتهم الدوله في الحكومه زادت الرواتب وصلت 35 او 40 مليار نعم شنو الحل؟ توظفهم وين؟ توظفهم تنشئ الحكومه قطاع قطاعات اخرى لتوظيف غير الحكومه مم. يعني تعالي يا القطاع الخاص زين انا ابي اعطيك الارض زين اعطيك تسهيلات زين اوصل لك الخدمات تبي شركه تبي مصنع تبي مؤسسه تبي كذا قطاع مالي، قطاع استثماري بس افرض عليك انك توظف بس ابيك توظف كويتي نعم الحقيقه هذا هو التحدي الحقيقي للكويت في المستقبل وبعدين ترى مو بس الكويت انظر الانتخابات الرئاسه الامريكيه او اي دوله اوروبيه شلون يحكمون على الرئيس او على الحكومه هناك؟ ايش نعم. كثر وفرت فرص عمل؟ مه. انا كنت في بريطانيا كان اول خبر يطلع بالاخبار في في جلاسكو كنا مه. والله راح يفتح مصنع في ابردين يمنه. زين وهلا المصنع هذا بيشيل له 200 وظيفه. اول خبر الناس تبتهج فيه 200 وظيفه يعني 200 بيت ينفتح تمام؟ جميل أه؟ جميل. فالحقيقه اطلاق العنان للقطاع الخاص نعم. بس مثل ما قلنا ايضا في لا شك أنه في كنترول يعني لو, لو سمحت في, في, في امثله للدول الحقيقه انا بضربها يعني انا زرت سنغافوره قبل 40 سنه نعم كانت قريه لا نعم. شيء لا ثروه روح شوف اقتصاد سنغافورة الحين اليابان اليابان ما فيها ثروات ترى نعم نعم كلها جبال وما فيها حتى اراضي زراعيه مو كافيه وانشات اقتصاد مستدام انا استسمحكم عذرا اخر حل؟ جمله واحده نعم دسام. شوف هذا نص الدستور مع الدول القريبه او يعني منطقتنا مشاريع القوانين والاقتراحات والتعديلات اللي يقدمها النواب م. في خصوص القوانين وتؤدي الى خفض العائدات العامه للدوله او زياده الانفاق تعتبر صالحه للمناقشه في المجلس يعني مجلس الامه نعم. اذا تضمنت طريقه لتعويض الانفاق في العائدات او تامين المال للزياده جميل في الانفاق. جميل. يعني, يعني انت يا عضو مجلس تبي تطلع قانون يكلف مثلا مليار ولا نصف مليار ولا 200 مليون القانون ما يناقش في المجلس الا قلت لنا اذا قلت لنا وين بتجيب؟ نعم. هذا المبلغ اللي راح ينفق صحيح فهذا موجود بكل الدول الاوروبيه ايضا انا انا يعني انا سعدت بالحديث مع يعني الاستاذ احمد باقر والاستاذ موسى معرفي والحديث معهم يطول وكنت اتوقع ان الوقت يسعفنا للحديث خاصه ان هذا الموضوع مهم لم نكتفي من الحديث معهم في هذا الموضوع خاصه أن الموضوع جدا حساس ويمثل مستقبل دوله الكويت القادم ولكن اتمنى ان شاء الله ان تكون هنالك يعني اعداد من الاخوه المعدين لتقديم حلقه اخرى وجزء اخر من هذا الموضوع خاصه اننا نريد ان نتكلم بهذا الموضوع باسهاب اكثر ونوعي المواطن ونحاول ان نصل الى نقاط نستطيع من خلالها ان نضع يدنا بيد الحكومه بالدوله تجار المواطن والكل يعمل من اجل القادم من ايام للاجيال القادمه سعدت بوجودك استاذ احمد باقر انت رئيس اللجنه الماليه الاسبق في مجلس الامه شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا ايضا للاستاذ موسى معرفي عضو المجلس الاعلى أسوأ اسوء شيء يا اخ بسام ان هناك من يكسب شعبيه على ظهر المال العام هذا صحيح اسوء شيء هذا جزيل الشكر للاستاذ موسى جعفر وموسى معرفي عفوا وكذلك الاستاذ احمد باقر شكرا لكم ايضا مشاهدينا على المتابعه نتمنى ان شاء الله ان نكون قد لامسنا جانب الوعي لدى المواطن الكويتي من خلال هذه الحلقه شكرا لكم والى اللقاء شكرا